المنصة مع محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة ألف ألف إف إم، أنتم الآن في المنصة. المنصة يأتيكم عبر أثير إذاعة ألف ألف إف إم يومي الأحد والاثنين في تمام الساعة السادسة مساء لمدة ساعة كاملة. راح أكون معكم أنا محمد العمري للحديث عن أبرز أحداث كرة القدم المحلية والعالمية. اتصالاتكم نستقبلها على الرقم 920-66012، ورسائل الواتس نستقبلها على 055-66-89-001. دائما معنا في المنصة أبرز الضيوف المحللين والنقاد واللاعبين السابقين نخبة كرة القدم السعودية للحديث عن مواضيعنا لهذه الحلقة. وضيفي اليوم هو يعني ليس بالضيف ولكنه الصديق العزيز والكابتن مازن عثمان، لاعب النادي الأهلي السابق ونادي القادسية السابق. كابتن حياك الله. مرحبا فيك أخوي محمد، أمسي عليك ومسي على المستمعين الكرام، وشاكر هذه المقدمة والإطراء الجميل. هذا مو إطراء، هذا واقع يعني، بس عشان الناس تكون عارف أنا والكابتن مازن ممكن نقعد ساعة على التليفون نتكلم فقط في كرة القدم، يعني شوف لأي درجة العشق يعني عشق كرة القدم. اليوم عندنا يعني يمكن مواضيع حطيناها في العنوان، ولكن دائما احنا يعني نتشعب، وأبغى أبدأ معاك اليوم في موضوع الأسطورة. دائما نقول الأسطورة، الأسطورة، اللاعب الفلاني أسطورة، اللاعب العلاني أسطورة، رغم أنه أنا عندي تحفظ على كلمة الأسطورة، يعني معنى كلمة أسطورة يعني حاجة خيالية غير صحيح. واقعية خرافية، ولكن أتكلم على استخدامها الحديث مؤخرا. صرت بالذات موضوع الكابتن سالم الدوسري، عشان هو اللي أثار في بالي الحديث. الكثير بيتكلم، شفنا كلام أنه والله سالم الدوسري أسطورة من أساطير كرة القدم السعودية، من أساطير نادي الهلال، الله يعطيه الصحة والعافية، لازال بيمارس اللعبة. خرج ناس آخرين يقول لك لا، فلان الفلاني أسطورة، قبل فترة كان بنشوف كابتن محمد نور هو أسطورة، فلان أسطورة، فلان أسطورة. فأنا قاعد تفكر، طيب إحنا كيف نحكم إنه الشخص هذا أسطورة ولا مو أسطورة؟ أنا شخصيا أنا ما أحب المقارنات، لأنه المقارنات في صعب إنك تضبط معاييرها. لكن أنا حطيت كذا، قعدت في لحظة انسجام، حطيت مجموعة معايير، فهم يعني أنا بس كده بقولها، بس على قولهم بسمعها وبترك لك المايك. أنا أقول عشان تقول فلان أو تقارن فلان بفلان وتقول هذا أسطورة، أسطورة أكثر من الآخر، أول شيء لازم ناخذ في الاعتبار المركز، مراكز اللاعبين الاثنين. الشيء الثاني، لما أنا أقول لاعب عادي وسط فرقة قوية حققت بطولات، ولاعب نجم وسط فرقة مليئة بالنجوم وحقق بطولات، ولاعب نجم وسط فرقة عادية حققت بطولات، ولاعب نجم يعني كان يقود فرقة عادية، في لاعب يكون جزء من منظومة لكنه هو كان يقود هذه الفرقة. وفي نفس الأمر أقيسه على جيل المنتخب، يعني أتكلم على نجم، لاعب نجم وسط جيل نجوم لكنهم ما حققوا بطولات، أقول عليه أسطورة ولا ما أقول؟ لاعب عادي وسط جيل من النجوم حققوا ألقاب، حققوا إنجازات، هل أنا أقدر أقول على كل واحد فيهم وأقول والله هذا أسطورة؟ أنت كلاعب قل لنا إيش هي المعايير، كيف أنت تنظر وتقول والله هذا اللاعب أسطورة وهذا مو أسطورة؟ أولا خلينا نتفق على حاجة معينة، أنه لفظ أو مسمى كلمة أسطورة أو يعني المعنى الحرفي لمعنى كلمة أسطورة حاجة ما يعني خيالية، حاجة ما هي موجودة، زي العنقاء والخلة الوفي والغول والحاجات هذه، هذه هي الأسطورة. لكن اللاعبين اللي انت تكلمت عنهم هذول حقائق ولهم بصمات ولهم تاريخ. انت لما تجي تتكلم في الكويت مثلا،
كمثال حتى نبدا بخارج المملكه العربيه السعوديه. لما تقول على الكويت جاسم مين يعقوب. اكبر لاعب في تاريخ الكره الكويتيه الكل حيجمع على انه جاسم يعقوب. هل انت سمعت جاسم يعقوب قال انا افضل لاعب في تاريخ الكره الكويتيه؟ انا سمعت جاسم يعقوب باذنه يقول افضل لاعب في تاريخ الكره الكويتيه فاروق ابراهيم. كثير من الناس ما تعرف كابتن فاروق ابراهيم، هذا كان لاعب صانع العاب في نادي القادسيه المنتخب الكويتي واعتزل بدري. لاعب جميل جدا كان بيغذي المرعب جاسم يعقوب بالكرات، وكان جاسم يعقوب بيسجل. فبالنسبة لجاسم يعقوب هذا الرجل هو أكبر لاعب في تاريخ، شوف أنا بصمم على لفظ أكبر لاعب في تاريخ أو من أعظم اللاعبين اللي مروا. زي ما أنت تفضلت الخانة لها اعتبارها. المقارنة يعني أنا ما ينفع مثلا واحد زي فرانكو باريزي أو فرانس بيكنباور مثلا في خاناتهم أجي أقول عليهم أنهم والله مش أكبر لاعبين في بلدانهم مثلا، يعني لمجرد انه مثلا روبرتو باجيو بيسجل اكثر او ديلبيرو بيسجل اكثر او رومينيجي بيسجل اكثر او كلينزمان مثلا او كلوزة بما انه الهداف التاريخي لكاس العالم. يعني هل هذا ينفي هذا جارد مولر؟ يعني ما انا كلوزة ما صنفه في افضل 20 هداف تاريخ الكره بالضبط العالميه اصلا بالضبط. لكن هو مسمى انه لاعب كبير نعم. خلينا ننتهي نبدا كابتن سالم الدوسري حاليا يعتبر الألفة في جيله صراحة استمرارية. الرجل للأمانة بيعطي الكرة كل ما يستطيع، بيلعب بقلبه قبل ما يلعب، هذا محافظ ما شاء الله تبارك الله، والظاهر أنه حتى الموضوع ده على مستوى الأسرة أنه محافظ على غذاءه ومحافظ على صحته وعلى لياقته البدنية إخلاصه، بيصنع الفارق كل ما بيشارك مع نادي الهلال ومع منتخب المملكة العربية السعودية. يعني بصراحة مين فينا ما فرح بالجول اللي جابه قدام الأرجنتين بغض النظر عن الانتماءات. وهذا اللي أنا دائما أكرس له، من يرتدي شعار الوطن لازم الكل يلتف حواليه بغض النظر عن هو إيش يلعب، من فريق يعني في جدة في الشرقية في الرياض الهلال النصر الأهلي الاتحاد ما يفرق. فهذا هو المفروض اللي يكون الكلام. ماجد عبد الله لما سئل هل انت اكبر لاعب في تاريخ، هل انت اسطوره؟ قال انا حقيقه انا اسمي ماجد عبد الله. لما جو قالوا يوسف الثنائي مين افضل لاعب في تاريخ الكره السعوديه؟ قال ماجد عبد الله. لما سئل ماجد عبد الله عن يوسف الثنيان هل في لاعبين زي يوسف الثنيان؟ قال في لعيبه باختلاف المستويات افضل مني ممكن يكونوا او ذلك. ماجد عبد الله قال ما في الا يوسف الثنيان. هذا الاحترام المتبادل بين النجوم الكبار هو اللي المفترض يكون ديدا الأخوة المتلقين من إعلام ومن جمهور. بس هو الاحترام هذا بين اللاعبين موجود يعني إلى الآن ما بين الأجيال موجود كلها. موجود موجود. لكن البعض يقول لك إنه إحنا شئنا أما بينا لابد إنه إحنا ندخل ونتكلم في موضوع المقارنات. أحيانا الجمهور لأسبابه الخاصة يقعد يقول الكلام هذا اللي بدأ موضوع. أنا ليش بركز على موضوع سالم ومحمد نور؟ لأنه هذا اللي صار في الأيام اللي فات. جمهور الاتحاد والله في السوشيال ميديا بيقول لك والله يا محمد نور وتاريخ محمد نور. جمهور الهلال بيقول لك لا شوف سالم مشاركاته وأهدافه مع الفريق. إحنا إلا ما يطلع الموضوع هذا على السطح، لكن كيف ننظر له بعيدا عن النقاش البيزنطي، الجدل البيزنطي أو الجدل أو الكلمات واللطافة على قولهم الزايدة والاحترام ما بين النجوم الكبار، إلا ما يكون في طريقة نناقش الموضوع بطريقة منطقية. شوف المنطق هنا يتنافى مع الواقع لأنه المنظور أساسا عاطفي. أنا إيش أحب وأنت إيش تحب؟ أنا أحب اللون الأخضر، أنت تحب اللون الأزرق، الثاني يحب اللون الأصفر، الرابع يحب اللون الأحمر، واحد يحب سيارة نوعها كذا، الثاني يحب سيارة نوعها كذا. حتى على في الجوال تلاقي مثلا راح يقول لك أنا الآيفون، واحد يقول لك لا أنا السامسونج، يقول لك لا أنا الهواوي. تختلف الأذواق، فبالتالي كل واحد من 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 منظوره الشخصي ينظر الأمر. كابتن محمد نور صراحة لاعب تاريخي كبير جدا في نادي الاتحاد، حقق مع الاتحاد إنجازات، كأس الاتحاد الآسيوي، بطولة أندية أبطال آسيا مرتين، حقق الدوري 8 مرات مع نادي الاتحاد أو 7 مرات، حقق كالبس كأس ولي العهد، سوى كل شيء مع الاتحاد ممكن، بطولة عربية، بطولة خليجية، هداف، يعني لاعب كان صاحب صانع الفارق، وبصراحة واحد من أسباب السعادة من نهاية التسعينات إلى
نهاية الألفينات هو ما شاء الله تبارك الله كان يعني عامل فارق كبير. حتى لما انتقل للنصر كان برضو فارق مع النصر للأمانة. سالم الدوسري ما زال بيعمل ما شاء الله لا قوة إلا بالله, وعمل كمان يعني احترف في أوروبا. الرجل احترف في أوروبا, وللأمانة أنا سمعتها يعني في فيديوهات التحليلية لما منح الفرصة ما راح ولعب في أوروبا لأنه مجرد أنه هو لاعب سعودي فرض على لا لعب وكان مستواه كويس. بس لا يسمعك رأي عمليات التجميل, بس اعترض عليك بعد. أنا أتكلم من منظوري الشخصي وأتكلم عن الرأي, عبر عن رأيي. كل واحد حر في رأيه سبحان الله, يعني الدنيا دي تحتمل كل الأشكال وكل الآراء. لكن سالم الدوسري مع المنتخب بيأدي, مع الهلال بيأدي, حتى لو محترف برا أدى مع المنتخب, فرح المملكة العربية السعودية كلها بقول الفوز على الأرجنتين. أنا والله العظيم فعلا فرحت يومها فعلا, يعني حسيت بطفولتي في كأس آسيا 84 لما كان المنتخب السعودي بيكسب أول بطولة, وتصفية لوس أنجلوس لما تأهلنا لوس أنجلوس. من هذيك الأيام بدينا نفرح. هدف سالم الدوسري رجعني لشعور الطفولة, فعلا قفزت وفرحت فهذا ما يمنع أنه محمد نور لاعب كبير, وأنه سالم الدوسري لاعب كبير. الجدل بيحصل بين الناس لأنه الناس تهوى أنها تتكلم في الأمور هذه, وشيء طبيعي يعني من حق الناس أنها تبدي رأيها. بس أفضلية أنا ماني مع موضوع الأفضلية. يعني أنت ما أنت مع موضوع المقارنات؟ والله أنا ماني مع موضوع المقارنات لأنه كل زمن له. يعني أديك مثال بسيط الآن, لما جيت أتكلم عن البارح أنا أعتقد بعدت لك المقال اللي هو بيتكلم عن الفرق بين مارادونا وبين ميسي. واحد بيقول لك مارادونا كان راقص بينما ميسي أقرب للماكينة مما أنه يكون في جانب فني. لما في عندي مقارنة برضو مبعوثة, ثلاث بطولات كاس عالم مارادونا, يعني عدد الفاولات اللي ارتكبت على مارادونا كانت 50 53 حاجة 30 تقريبا, أكثر لاعب في تاريخ كاس العالم تعرض لإصابات. في مباراة واحدة اللي هي أعتقد كانت أمام كوريا الجنوبية, هذه 86, هذه المباراة أكثر عدد إصابات أو أكثر تدخلات عنيفة نعم. على لاعب واحد في تاريخ كأس العالم مضبوط. من لاعبي كرة كوريا الجنوبية على مارادونا كانت في هذه البطولة. السؤال اللي دائما أنا أطرحه للجمهور أقول لهم تخيل أنه ميسي ورونالدو, عشان لا نقول بس يعني خلينا نقول أنه رونالدو جسديا أقوى, تخيل رونالدو ولا ميسي يتعرضوا للعنف اللي تعرض له مارادونا في هذه المباراة, أو يتعرض ميسي لنفس العنف اللي تعرض له مارادونا من سفاح بلباو. فاصل ومكملين معاكم في المنصة. المنصة مع محمد العمري. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في المنصة 920-66-012-055-66-8900. أنا محمد العمري ومعايا الكابتن مازن عثمان. طبعا كابتن مازن في الفاصل يقول لي ذحينا عشاق ميسي ورونالدو ما رح يرحموك. أقول لهم والله أول شيء أرجع وشوفوا كيف كانت كرة القدم زمان. يعني أنا ما أبغى أكون من النوع اللي هو الدق القديم اللي أقول لك والله زمان كان أفضل من الآن, لكن زمان كانت في فنيات وإبداع حتى على الصعيد الفردي من اللاعبين, وفي وسط قوة تكتيكية وقوة وعنف, بلاش لا نقول قوة خلينا نسمي عنف مفرط في كرة القدم. فالظروف اللي كانت في بيئة كرة القدم في السابق أقوى, ليست سهلة, ليست بي 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 ليست موجودة مثل ما هو موجود الآن. وانت كنت بتقول حاجة على موضوع المقارنة اللي, نعم. اللي المفروض يتكلم عن المقارنة, نعم. لابد ان يكون شاف الجيلين, عاصر الجيلين صحيح. الكرة طبعا تغيرت كثير جدا. طبعا احنا ما لحقنا جيل بيليه ولا كرويف بحكم العامل الزمني, لكن كل من شاف بيليه كان بيقول انه بيليه حاجة خارجة وخارقة للعادة. احنا شفنا له يعني وثائقيات وأفلام كثير, أنا عن نفسي شفت لبيليه حاجات مرة كثير. سيزر مينوتي بيقولوا له الأفضل بين ميسي
ومارادونا. طبعا فوجئت بالمعلومة، قال أنا لعبت في سانتوس سنة وكنت البديل لبيليه في مرة من المرات. تلعبت سيزار مينوتي المدرب التاريخي اللي حقق كأس العالم. طبعا سيزار مينوتي طبعا من أساطير التدريب في كرة القدم، في تاريخ كرة القدم. نعم، أول من حقق كأس العالم عام 78 لمنتخب الأرجنتين. بيقول بيليه أفضل من مارادونا ومن ميسي. قال أنا في مباراة كنت احتياط، إيدو هذا كان لاعب بيلعب جناح يسار في سانتوس البرازيلي، لعبت كرة البيليه، بيقول ارتفع بيليه ما يقارب المترين ارتقى واخذ الكرة على صدره، وبصدره عمل تمريرة جاء من ورها جول. فبيقول إيدو بيقول له عمرك شفت حاجة زي كده؟ قال فالإمكانيات اللي كانت عند بيليه أعلى من الإمكانيات اللي عند ميسي ومارادونا. أنا قاعد أتخيل وأنت بتقول إنه تخيل. الارتقاء مترين يعني كان أنا بطلع مترين وبحط بصلح لك الكرة. بصلح لك الكرة بالصدر. فهذه كانت، أنا فاكر شفت مباراة لبيليه في استاد ويمبلي قدام المنتخب الإنجليزي، أصيب في قدمه اليمنى. طبعا زمان ما كان في رفاهية التغيير، الخمسة التغييرات اثنين، وأعتقد كانت المنتخب البرازيلي استنزف التغيير، ربطوا رجله اليمين، كمل المباراة كاملة استلام وتسليم ومراوغة بقدمه اليسرى. هذا لاعب خارق للعادة. أنا من الناس اللي طفولتي تفجرت وأنا أشوف حاجتين ما أشوف أفضل منهم، مجد عبد الله ومارادونا. هذول الاثنين أنا بالنسبة لي كانوا هم كرة القدم. مارادونا اللي شفناه يسويه في 86 ما شفناه يسويه. طبعا مارادونا ما استمر المسيرة، ما استمرت لأنه مارادونا كان كإنسان غير منضبط، كان على المستوى الشخصي ما كان منضبط. هو نفسه في آخر يوم يقول أنا كنت بعرف لو أنا كنت بعيد عن المخدرات أي مستوى كنت أقدر أوصل. في واحد تاني زي مثلا رونالدو الظاهرة، لولا الإصابات تقريبا 4 سنوات غاب عن كرة القدم بحكم الإصابات. في حياتي ما شفت أحد يأخذ الكرة وينطلق الانطلاقات هذه، يهاجم المدافعين بالأربعة بالخمسة بالستة يجتازهم ويسجل. الظاهرة رونالدو في شهر رمضان تابعت مقابلته مع الأستاذ يعقوب السعدي. نعم. يعني رونالدو، إحنا كنا دائما نسمع العبارة إنه قلبي يريد أن أستمر ولكن عقلي نعم. وجسدي يرفض نعم. هذا الأمر. كنا نسمع نقول إنه يقال إنه رونالدو اللي قالها، لكن في المقابلة فعلا قالها وتحدث. شفتها في المؤتمر الصحفي فعلا هو قالها، قال قلبي وعقلي يعني متعلقين بكرة القدم لكن جسدي مو قادر يستجيب. أصبح وزنه زايد وإصابات الركب اللي جاته المتتابعة والإصابات العضلية، لأنه أسلوب الحياة كان كمان مش منضبط. يعني يحسب لرونالدو البرتغالي كريستيانو صراحة أنه في السن هذا وما زال قادر أنه يحافظ على الشيب الجسم والهيئة واللياقة البدنية أيه. وصراحة كمثال على الانضباط كرياضي. يمكن في مثله في كرة السلة في ليبرون جيمس حاجة قريبة من كده. بالنسبة لميسي الموضوع مختلف جدا، لأنه هذه موهبة ربنا أعطاله، هي قال له خد بس. فميسي أصلا ينزل له محضر ولا عارف إيش بده يعمل، فجأة بيطلع معاه كل الفن هذا، زيه زي روبرتو باجيو، زيه زي مارادونا، زيه زي الظاهرة، زيه زي بيليه، زي روهان كرايف، هذول ربنا أعطاهم. روماريو جورج بيست واحد اعتزل عمره 27 سنة. جورج بيست لاعب ما كان طبيعي ابدا. جورج بيست انا اعتقد من الناحية الانضباطية اسوأ من مارادونا، اسوأ من اي احد في الحياة يعني جورج بيست اسوأ مثال للاعب. قصة الرجل نعم، لكن كلاعب الكرة في رجله ما تبقى تخرج من رجله. وعموما في مجمل يعني غالبية اللاعبين الموهوبين تلاقيهم ما هم منضبطين. رونالدينيو يعني رونالدينيو بيعمل بالكرة سحر بس ما كان منضبط، نفس الفكرة يعني. قلما تجد لاعب حريف يكون منضبط يعني. ميسي استثناء يعني. منتخب البرازيل اللي هو كان، خلينا أقول لك، اللي هو من بعد 94 إلى 2006 كان كافو، روبرتو كارلوس مثلا، وكاكا مثلا، هذول منضبطين جدا، أميرسون في كذا اسم يعني. بالنسبة لرونالدو رونالدينيو، ريفالدو كان منضبط، رونالدو رونالدينيو أدريانو بطبيعتهم بيحبوا الحياة الغير السوية. في أوروبا طبعا العقلية تختلف. يمكن اللي نفع ميسي إنه ميسي نشأ في أوروبا من صغره، لما راح يتعالج في على حساب نادي برشلونة فأخذ الطابع والعقلية الأوروبية، هذا اللي ساعده إنه نشأ هناك. ولو نشأ في الأرجنتين هتلاقيه ممكن عنده يعاني من نفس المشكلة. الدليل ريكلمي لما راح على البرسا ما نجح، ذاك نجح انه ما يقدر على الانضباط، كسول، اكثر لاعب وسط مهاري ما في زيه لكنه مش منضبط
يعني ما يقدر على التمارين، ما يقدر على الأهمال، ما يقدر على الدفاع، على الافتكاك، ما يقدر على الحاجات هذه. هناك الكرة طابعها التكتيكي أكثر من أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية تعتمد على الحس الجمالي في الكرة. خلينا أعقب على موضوع المهارة الفردية اللي أنت تتكلم عنها. فعلا كرة القدم اختفت منا الحاجات هذه، نظير الطرق الجديدة اللي صارت متبعة في كرة القدم، سواء اللي هي موضوع التيكي تاكا اللي كان اللي الناس تتكلم عنها. أحس التيكي تاكا صارت شماعة يعني أصلا ما في يعني حاجة اسمها تيكي تاكا بالضبط. يعني أنا أحس أنه فعلا التيكي تاكا صارت شماعة بيعلق عليها أي شيء سيء أو غير جميل في كرة القدم. اختفاء مواهب التيكي تاكا، اللعبة على ما يقولوا الممل التيكي تاكا، اللعبة الممتع التيكي تاكا. شوف هو العنوان الضمط العريض يقول التيكي تاكا، لكن أنت لما تدخل تحت في عناوين فرعية. القصد من ذلك أنه الانضباط اللي صار يطلبوه المدربين من اللعيبة وعدم الابتكار حولهم لأشبه ما يكون بآلات. الدليل الآن أنت عندك كريستيانو وميسي بعد ما أخذوا الفترة دي الطويلة كلهم ما يتنافسوا على جائزة الأفضلية من أفضل لاعب. الآن نقول لي من الوريث في الملاعب اللي ممكن تقول أنه ممكن يأخذ يحمل الرأي؟ ما في حتى اللي بيقولوا هالاند ترى لا ترى بدني. ما هو مهاري أبدا، ما لسه ما قوي بدنيا وبس، لكن لا ما يملك مهارة. حتى مش ما بقول لك ميسي ما عنده مهارة، رونالدو ما عنده مهارة. هو أشبه ما يكون خليط ما بين إبراهيموفيتش في الحركات الأكروباتية مع كريستيان فيري في القوة البدنية والافتكاك والالتحام والانطلاق وضربات الهيد، ميكس بين الاثنين. هذا اللي أنا شايفه أقرب حاجة. بس هو فعليا يمكن يعني يخش مع جماعة باتستوتا والحاجات هذه كده، لكن هو مش مهاري. يمكن أفضل لاعب مهاريا حاليا موجود إمبابي، وإمبابي وجوده في باريس سان جيرمان والدراما هذه اللي قاعد تحيط به يعني لا يمارس كرة قدم احترامي حقيقية إمبابي إلى الآن. كأس العالم سواء 2018 2022 يخليك تقدر تقول أنه مارس كرة القدم، لأنه بصراحة 2018 ممكن، عفوا 2022 ممكن، بس 2018 شوف المجموعة اللي كانت حوله. نعم بس برضه هو كان يعني بس كرة واحدة هي الانطلاقة اللي انطلقها في مباراة الأرجنتين اللي على أثرها أخذوا ركلة الجزاء، الهدفين اللي سجلهم في المباراة ذيك. أنت متى تبقى النجم؟ المباراة اللي يكون فيها بس أنا ما حد استناه أربع سنين، كل أربع سنين عشان هذا أبغى لازم ينتقل. أعتقد يعني الدوري اللي هو بيلعب فيه هو السبب. أيه هو طبعًا. عشان كده هو بحث عنه. بس لكن أنت على أعلى المستويات هتلاقي موجود لما يكون يعني. شوف الخطبة اللي عملها بين السبيش اللي عمله بين الشوطين في مباراة كأس العالم، هو ما تحرك على فكرة في كأس العالم بعد الضغط اللي كان الأرجنتين احتفلوا بدري وغفلوا عنه وجاب ثلاثة جوال. يعني بصراحة إمبابي موهبة، حتى حتى رونالدو الظاهرة في المقابلة أنت تكلم عنها مع أستاذ يعقوب السادي قال له من أفضل لاعب حاليا في نظرك؟ قال له على طول إمبابي. فعلا هو الأفضل، لكن محتاج ينتقل من الدوري سواء الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني حتى نشوفه بشكل أكبر، يعني ياخذ طولة أوروبا، نشوفه تحت الضغط أسبوعيا. هذه هي الميزة. يعني زين الدين زيدان ليش نجم؟ لأنه أنت أسبوعيا بتشوفه تحت الضغط وبتشوفه شو بيعمل. لويس فيغو ليش كان نجم؟ روي كوستا، سيدورف، روبرتو باجيو، ديل بييرو، تحت الضغط أسبوعيا تحت الضغط، مش يعني وأحيانا مرتين في الأسبوع، سواء تلعب دوري وبعدين تيجي تلعب الشامبيونز ليج هنا نبي نشوفك، وبعدين تلعب مع منتخب بلدك ونشوفك. لكن الجوانب الفردية قلت لأنه المدربين أصبحوا يكلفوا اللاعبين بأدوار معينة، يعني ما قل ما يخرجوا من ليش منها. ليش المدربين أصبحوا يعني توجهوا لهذا الأمر؟ يعني هل المدربين لم يعد لديهم ثقة في اللاعبين، أو إنه المدربين واصلين لمرحلة من الغرور إنه إذا أنت ما تحركت حتى والتفت وباصيت الكورة في اللحظة اللي أنا أبغاها إذا أنت لاعب غير ناجح؟ كرة القدم تغيرت وأصبحت بالمنظور هذا. أنا أفتكر في قلب دفاع اشتراه البرسا في عهد غوارديولا يلعب رجله بقدمه اليسرى، ما يحضرني اسمه، اشتروه ولعب. طبعا شافوا غوارديولا عجبه وجابه في مباراة. طبعا غوارديولا يرفض الكرات الطويلة اللي هي في خلف في ظهر الدفاع. في شوط واحد لعب الكرة دي مرتين، كانوا مشترينه ب 25 مليون، بعدها الراجل اختفى واخر الموسم باعوه وبخسارة.
ليش؟ لأنه عمل حاجة ما طلبها منه بيب غوارديولا. تسمع سامويليتو لما بيقول لك غوارديولا بيقول له أنت المفروض ما تتواجد منطقة الجزاء بالشكل ده، قال له أنت كنت لاعب وسط ومش لاعب وسط جيد، أنا هداف طول عمري بسجل، فأنت ما حتقول لي فين أوقف. وتبغى الصراحة نعم. يعني لا يعني معليش أنت يعني هذه يعني يعني مثلا نفس الموضوع لما كان فان خال مع ريفالدو بيعلمه كيف يستلم كورة، ولا زي ما انت قلت مع هي احيانا تكون عدم قناعه لو ايتو مع زلاتان. يعني انا صراحه انا يعني اؤمن باحترام المدرب، وغوارديولا شخصيه عظيمه كمدرب، لكن انا صراحه مع ايتو، انا لو مكان ايتو معليش انت مين انت عشان تفهمني؟ انا يعني هو رجع عظيم، هو رجع استعان بنفس العباره لما سالوه ليش هالاند مش بنفس كفاءه السنه اللي فاتت او ليش ما بيسجل، ايش قال لهم؟ قال لهم انا في حياتي كلها جايب 11 جول، تبوني اقول هالاند ليش انت ما بتسجل؟ على فكرة هو هذه استعارة مكنية للكلام اللي كان قال له هو إيتو من سنوات استعان به الآن، وهذا جزء من الحيلة. هو مشى أغويرو وفي المؤتمر الصحفي قاعد يبكي يقول له إن أنا مشيت أغويرو، يعني أنت مين فيهم؟ فالكرة برضو أنا يعني فيها. أنا لازم أطلع فاصل لازم. فاصل ومكملين معكم في المنصة مستمعين الأعزاء، خلوكم على السماء. المنصة مع محمد العمري. مع محمد العمري. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في برنامج المنصة مع الكابتن مازن وعثمان. كنا بنتكلم عن المدربين، كنت أقول لك أنه غوارديولا ما تعرف أنت تحب هذا المدرب ولا تكرهه حقيقة، يعني يعني إذا بتنظر له فنيا فقط في أرض الملعب إذا ما يقدمه هو مدرب عظيم، لكن لو تدخل خلف الكواليس حتى في اللعب أو المرونة، مرونته كمدرب في يعني يمكن أنت ذكرت اللاعب اللي كان يلعب في برشلونة وفقد لأنه لعب كم تمريرة طويلة بعدها اختفى، وله قصص كثيرة يعني. فهل أنت تعتقد أنه في نوعية من المدربين، يعني أنا مثلا عندي قناعة وصلت لها أنه المدربين الهولنديين فقاعة، أو بلاش أقول فقاعة، أو المدرب الهولندي لا يصلح أن يدير فريق من اللاعبين الناضجين أو من النجوم. عندك مثال فان خال، ما احترامي لإنجازاته إلا أنه كان ممكن ينجز أضعافها لكن بسبب شخصيته. الآن تنهاج طلعوا بالسماء، ويعني ما أنا شايفه يعني أكثر من مدير مدرسة، ويمكن حتى بدأ يفقد سيطرة مدير المدرسة. هل في مدارس تدريبية أو مدربين افضل من غيرهم؟ شوف الجنسيه ما لها علاقه، يعني احنا شفنا الجورجوية خرج من ليبيريا واخذ افضل لاعب في العالم، سيراليون طلعت محمد كالون، كره القدم ما لها علاقه، ترينيداد وتوباغو طلعت لك دوايت فورك يورك. الجنسيه ما لها علاقه، لكن هي لها علاقه اعتقد بالجينات والله اعلم، يعني تصور الشخص ما هو حقيقه دامغه. الهولنديين جامدين نوعا ما، مثلهم مثل أغلب الأوروبيين من ناحية التواصل والعلاقات الاجتماعية. فان خال ابن مدرسة أياكس أمستردام، وكان مساعد ليوبن هاكر سنين طويلة، وعلى فكرة إنه ما يحب ترى كرويف ترى. ما لسه كنت أقول بينهم لك. لسه كنت أقول لك هو وكرويف بينهم مصانع الحد، الاثنين ما يطيقوا بعض، يعني من الأخير كده الاثنين ما يطيقوا بعض. كرويف ناشف كثير، لكن كرويف وياخذ قرارات احيانا غير منطقيه زي نهائي كاس 94 الابطال، نهائي الابطال لما خسروه قدام الميلان، استبعد براين لادروب مايكل لادروب في الفاينل. مايكل لادروب للي ما يعرف يرجع للوثائقيات حيشوف انيستا الطابع القديم، انيستا نفسه يقول مثل الاعلى مايكل لادروب، فاستبعده في الفاينل. بعدها مشي راح على ريال مدريد مايكل لادروب وعمل العمايل في برشلونة، لكن كان عنده استثناءات. الدليل لما روماريو كان يقول له أنا بروح أحضر
كرنفال في الكوباكابانا، قال له تباني اصبح لك سامي، سجل هدفين 20 دقيقة، سجل هدفين، طلب التغيير، وكان عنده استثناءات. بس بيعرف قيمة النجم، وأحيانا يكون لازم يكون في نوعا ما تساهل مع النجم، لأنه النجم مختلف عن اللاعب العادي. لكن فالخال إيمانه باحترامه للطريقة اللي يلعب بيها، مين ما كنت نجم أنت لازم تمشي بالطريقة اللي أنا بلعب بيها، يعني السيستم قبل النجم، السيستم عند فالخال قبل النجم. الدليل أنه كان مصمم يلعب ريفالدو جناح أيسر، ولويس فيجو جناح أيمن، وباتريك كليفرت ابنه الغير شرعي راس حربة. فهنا المشكلة، ريفالدو يقول لك أنا أفضل ألعب تحت راس الحربة، طريقة لعبي ما فيها تحت راس الحربة، فبالتالي ريفالدو مش راح على إسمين. الكلمة عانى من نفس المشكلة برضو معه، ما رضي لاعب، وأنا ما عندي حاجة اسمها تحت راس الحربة، ما عندي لاعب اسمه ما عنده أدوار دفاعية. فبالتالي هنا تصطدم بالسيستم وطريقة فكر المدرب. يعني في مدرب زي كارلو أنشيلوتي أعطي له المواهب هو يتشكل يتشكل. الآن شفنا مباراة الذهاب بين السيتي والريال، هو ما هو لاعب رأس حربة حقيقي الشوط الأول، وإيش الاثنين اللي لاعب بيهم رودريجو وفينيسيوس جونيور، الاثنين بادئين على اليسار، فأنت ولاعب على هجمة مرتدة وسجل، لولا انه بصراحه حارس الريال واليوم ذاك ما كان، ماني عارف ما كان موفق، كان طلع كسبان اقل شيء 3-1، اقل شيء كان طلع 3-1 لو، وغير الفرص اللي ضيعوها الريال. هو لعب على انه خط خط دفاع مان يونايتد مان سيتي ثقيل جدا، فبيلعب الكوره فيها سباق سرعات وكلها كسبوها فينيسيوس جونيور ورودريجو، لكن تسابقوا في اهدار الفرص. في شيء غريب، يعني بعض الناس يعني بتصف نفسها بمتابع لكرة القدم واو وتدخل في التحليل ولا هذا، لكن فعلا بشوف انه في ناس يعني ما هي معطيه كارلو انشيلوتي حقه، يعني في ناس تستصغره كمدرب، وانا يعني استغرب، يعني اسمع اشوف شخص يتكلم في السوشيال ميديا كلام حلو، لكن يجي في موضوعات زي موضوع مثلا كارلو انشيلوتي او موضوع معين يتطرف في رايه تطرف غريب. يعني كل هذه الانجازات اللي قاعد يصنعها المدرب، وخلينا نكون واقعيين، يعني يمكن عنده نجوم، لكن ترى أنا متأكد إنه أنشيلوتي ما هم مفصل الفريق هذا بمزاجه أبدا، لكنه بيتعامل ولا عمره من أيام إيسي ميلان، لما مسك الإيسي ميلان بعد مرحلة، طبعا هو خسر أول شيء كان مع بارما، بعدين راح على اليوفي، خسر الدوري مرتين في آخر أسبوع أنه عقده. لما رجع لإيسي ميلان هنا تشكلت شخصية كارلو أنشيلوتي حقيقية. راح لميلان في عهد برلسكوني، في آخر أيام برلسكوني اللي كان ما عنده القدرة المالية زي زمان إنه يشتري، زي ما قال أنا حخلي إيطاليا تكون معروفة بالبيتزا والمافيا والإيسي ميلان، وصلوا في مرحلة ما كان يقدر يدفع. الدليل كوستاكورتا اعتزل عمره حاجة 45، ومالديني نفس الشيء حاجة 45، سيدورف مش عارف كم، ويعني قريبة كل الفريق، روي كوستا، على كلهم كبار، وبالمجموعة الكبيرة في السنة هذه حقق بطولتين لإي سي ميلان، وغير بطولتين دوري تقريبا برضو لإي سي. انتقل بعدها راح للريال حقق، راح للتشيلسي حقق، راح للبايرن حقق، راح لباريس سان جيرمان حقق، الوحيد اللي حقق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا في العالم حقق بطولات. نقدر نقول هو راس براس مع غوارديولا، رغم انه في ناس كثير حتنصدم من الكلمه هذه، لكن انا اشوفه فعلا، انا ما احب المقارنات، لكن انا اكلمك بكل امانه، انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي كارلو انشيلوتي حتى سنا اكبر، لانه غوارديولا كان محظوظ بانه الاب الروحي له كرويف فرضه، وما كان قراره خاطئ، بس هو كان جاي وريث لي كومن وعمل شغل جبار لما مع الفريق واخذ السداسيه، بس كانت في طفره من النجوم وفي طفره ماليه في البرشا، وبعد ذلك حتى نفس الشيء مع البايرن ميونخ، والان مع مانشستر سيتي دائما انديه فيها الملاءه الماليه تجيب له النجوم اللي يبغاهم ويغير زي ما يبغى. والله انت حتفتح على نفسك جبهات اليوم، بس خلينا نطلع فاصل لاذان المغرب ونكمل مع الكابتن مازن عثمان في المنصه. المنصة مع محمد العمري.
رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم 920-066-012، رسائل الواتساب 055-66-89-001. كابتن مازن، تفضل فريق منضبط او فريق مليء بالمواهب؟ انت لو تدرب اي هذه الفريقين تفضل؟ منضبط على طول. منضبط على طول بدون ما فيها بالحد بالحد الادنى. اديك مثال بسيط جدا، اديك مثال بسيط جدا، مثال محلي مثال اجنبي. ابدا لك بالمثال الاجنبي عشان التشويق. مثال الاجنبي اللي هو ريال مدريد جلاكتيكوس، كله نجوم، لكن اللاعب العامل اللي هو لاعب الافتكاك اللي مكليلي. يوزن المنظومة دي كلها مكاليلي اتشال، فالفريق ذاك ما حقق المرجو. حقق بطولات بس مش المرجو، كان مفترض انه يكتسح مقابل عدد النجوم اللي موجود في جوزيدان وراؤول وروبرتو كارلوس وكانافارو وكاسياس وبيكهام اسماء اسماء اسماء، لكن ما حقق ذاك الشيء. حتى الشامبيونز ليج في الفترة ديك ما حتحقق. لكن وفي الدوري السعودي فترة من الفترات كانت تواجه الأهلي والاتحاد. بطولة الدوري كانت تلعب عن طريق المربع الذهبي، النهائيات اللي تقابل فيها الأهلي والاتحاد أغلبها كانت بالذات في الدوري كانت لصالح نادي الاتحاد. أرجع للأسماء اللي كانت تمثل الأهلي تمثل الاتحاد في الوقت ذاك، كان رحمة الله عليه خليوي وأحمد جميل هم الأساسيين في المنتخب السعودي من الاتحاد. على المقابل في النادي الأهلي هتجي تلاقي مثلا حسين، شلية، طلع سليمان، مسعد، حمزة، إبراهيم سويد، قهوجي. فين المهارات أكثر وفين الـ 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 الأسماء الرنانة أكثر؟ في الأهلي. في الاتحاد كان يلعب خريش ويلعب جاري ويلعب خميس، وخميس الزهراني وخميس العراء رحمة الله عليه، عفوا محمد نور، يلعب دغريري يلعب. لكن هناك في انضباطية. احنا بالعام بالدارج في كرة القدم يقول لك فريق عمال وفريق مجغرفين، فاهم؟ فتلاقي الباص بخارج القدم والتحضير ومش عارف ايه. في الاخر الاتحاد كان يلعب على انه يتحين الفرصة بحيث انه يعمل واحد زاد واحد يساوي ايه، يلعب الضغط وياخذ الكرة وتحول ويسجل ويرجع يأمن مناطق. وكان ذاك الوقت يلعب بالثلاثة خمسة. فانا عندي الانضباط. مثلا ايطاليا 2006 لما حقق كاس العالم حققته بالانضباط، هدفين سجلت فيهم بلنتي وهدف عكس جابه دروسي، الباقي ما حد قدر يوصل ال 18. فانا افضل الانضباط، انا عن نفسي افضل، يمكن لان انا الخلفيه تبعتي اني انا مدافع، بس انا اعتقد ان الانضباط افضل. يعني عاد يعني هي اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. في ناس تاني تقول لك لا انا اعطيني الموهبه لكن اعطيني مدرب يستطيع انه يدير هذه الموهبه، ولو انه في وجهه نظر تقول انه الناس تحب الكره الحلوه. اخويا محمد، الناس الكرة الان في هذا الزمن تبحث او تدور على الكره الحلوه بشمعه. الان يقال انه شبه مستحيل انه مدرب يقبل بانه يكون في عنده عدد كبير من المواهب في فريقه، وصعب انه هذا انه يديرهم. لهذا السبب يقول لك انا لا ما ابغى اجيب موهبه كرويه ما تمشي بالطريقه اللي انا ابغاها، فما بالك يكون عندي اكثر من واحد. فلا انا اجيب لاعبين تكتيكيين منضبطين عشان يمشوا الطريقه اللي انا ابغاها. هل تتفق مع المقوله هذه؟ هو اصلا المواهب على مستوى العالم كله اصبحت نادره، هذا هو الشيء اللي اتفق عليه. رقم 2، الغالبيه العظمى من المدربين الان ما يعطوا المجال للعيبه انهم يجتهدوا فرديا. ما في لاعب يقوم بالجهد اللي هو الوحيد اللي بيسمح بمسموح له يعمل الحاجات هذه ليونيل ميسي، سواء كان في البرسا، منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين 2022 كان بيلعبوا كلهم عشان ميسي، حتى هو لا كان يدافع ولا كان بيهاجم ولا كان بيقوي يسوي شيء، يدور على الفراغ لحد ما يدوا الكوره، يعمل اسيست يا يراوغ يسجل او يمرر او 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 او. فعليا ما عاد في الموهبه اللي هي تصنع الفارق. يعني يوسف الثنيان في الهلال، الهلال جميل الان بس ما في يوسف الثنيان. الاهلي مثلا ما في خالد مسعد، فاهم الفكره؟ مثلا النادي الرياض ما في صالح النجراني، وهذا واحد كان من اروع وامهر اللاعبين اللي مروا على تاريخ الكره السعوديه.
يعني الفرديات، هذه الفرديات، اللاعب الفردي المهاري اللي متع الجمهور كابتن أمين دابو رحمة الله عليه، ما في الآن، ما في الحاجات هذه الآن. أصبحت الكرة أشبه بالمنظومة المتجانسة أو المكنة والترس، كله بيدور في مكان معين، كله بيدور في مكان معين، هذا اللي هو حاصل. في خبر أنه يعني احتمال أنه مباراة الهلال أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا قد تواجه التأجيل بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية الحاضر والحال المطرية المتوقعة لصفحة الإمارات يوم الاثنين. يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنه هذا الأمر رح يصير، لأنه شاهدنا مباريات كرة قدم لعبت في أجواء ممطرة كثيرة، وأعتقد أنه ما رح يمنع المباراة اللي تكون فيضانات يعني، والله يحمينا ويحمي أخواننا في الإمارات من هذا الأمر. مباراة الهلال والعين، يعني العين ما وصل لهذه المرحلة إلا وصل لها بمجهود، وأي فريق يصل لهذه المرحلة فهو يستحقها. الهلال وصل أيضا لهذه المرحلة أنه يستحقها. الطروحات في طروحات عامة تقول لك والله المباراة بالنسبة للهلال سهلة. على السريع كذا في دقائق قبل ما نختم الحلقة، هل أنت يعني دائما عبارة اللي هو الديربي لا يخضع لمقاييس، لا يخضع لمقاييس من الفريق الأقوى في المباراة، الحسابات هذه في مثل هذه المباريات، إذا فريق أقوى من فريق لأي درجة تؤخذ في الاعتبار، وكيف ممكن ولأي درجة ممكن تؤخذ في الاعتبار في لقاء الهلال أمام العين الإمارات؟ لازم تأخذ على كل الاعتبارات من الألف للياء، أنه أنت الفريق اللي تلعب ضده قد ما يكون لازم تحترمه، ما بالك لما يكون مثلا نادي في حجم الهلال أو نادي بحجم العين، الاثنين أبطال آسيا قبل ذلك، هذا زعيم بلده وهذا زعيم بلده، ما وصلوا للمرحلة اللي هم يستحقوا. وإن كان للأمانة النصر فرط فيه، النصر كان بإمكانه يتأهل وتأهل سهل نوعا ما، بما أنه بصراحة مستوى نادي العين متذبذب، وحتى في الدوري الآن لو تشوف نتائج نادي العين مش أفضل حال. النصر فرط بما أنه، ولكن هذه مباريات النيك أوت، الخروج المغلوب، هذه ما فيها مستوى مين أفضل أو مستوى، يعني مثلا البارح أنا أقدر أشبه الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي بمباريات خروج المغلوب. نتيجة ليفربول ونتيجة أرسنال بصراحة ما في أشد المتشائمين وأكبر المتفائلين ما كانوا يتوقعون أن السيناريو يمشي بالشكل ده، حتى بيب جوارديولا ما كان متوقع أنه واحد يتصدر بعد الجولة دي، أنا متأكد أنه ما كان متصور أنه يتصدر، وهذه حتعطي دافع أنه يمكن يغلب ريال مدريد في الشامبينز ليج عشان يرجع بعد كده يتفرغ للدوري، بينما أنا من أول الدوري يعني وأنا دائما أشوف أنه هم الفرسين الرهان السيتي والليفربول، والسيتي بنسبة أعلى، لأنه في الأمتار الأخيرة دائما ما بيحصل حاجات غير متوقعة من الأندية اللي بتنافس الهلال والعين أقرب بهذا المنظومة. أنا أكاد يعني أكاد أني أقول أنه الهلال أقرب، فرق المستويات، فرق الإمكانيات، فرق اللاعبين، الهلال صراحة فريق موجود، المجموعة دي موجودة لهم أكثر من 5-6 سنوات مع بعض، حققوا كل حاجة، وبس السنة اللي فاتت الدوري ما حققوا، ولا الباقي كله كان هلال. فأنا أعتقد أنه الهلال أقرب للتأهل من نادي العين، وإن كانت كل حاجة واردة في كرة القدم. صحيح، 90 دقيقة ممكن يحصل، يعني كل اللي يحتاجه فريق معين هو 90 دقيقة أنه يصمد فيها يوصلها للمرحلة. على فكرة هذا أنا أشوف أقرب مثال للموضوع هذا العين مع النصر. العين مع النصر ما يعني نحترم الفريق العيناوي و كبير، لكن خلينا نتكلم على الوضع الحالي. أهداف استروبيا دخلت، سوري على الكلمة، في نادي النصر، يعني في كرة الحارس ماني عارف ايش سوى، يعني أنا والله ما أحب الانتقاد الانتقاد اللاعب، لأن أنا كنت لاعب بصراحة أتحسس، بس هي واقع، يعني ماني عارف كيف الأهداف هذه دخلت في نادي النصر، يعني واحد أو اثنين من الأهداف الغريبة اللي دخلت في النصر دي كانت لو مثلا قدروا يسيطروا عليها كان النصر الحين هو كان اتفرجنا على ديربي جديد بين النصر. لكن أعتقد أن النصر محتاج على الجانب الإداري والمعنوي يحتاج شوية عمل، كل الإمكانيات متاحة لنادي النصر، أفضل اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب، لكن الفرق
يعني بينه وبين بعض الأندية الناجحة. أعتقد العقلية النصر محتاج يركز على الموضوع هذا، ومش من الغلط أنه هو يستعين بلعيبة الخبراء. حتى زي يوسف خميس افترض يكون موجود في نادي النصر له على يعني على شكل مستشار. أنا أشوف أنا أعتقد أنه موضوع الاستعانة باللاعبين القدام لن يحصل خلاص من ابتداء من هذا الموسم. يعني عشان أنت تكون موجود في النادي ولك دور كلاعب سابق لابد أن تكون شخص متخصص لمرحلة معينة، عندك قدرات معينة بحيث أنك تكون جزء من منظومة العمل في النادي. زمن الاستعانة باللاعبين القدام واحترامي الكبير لهم، أعتقد إحنا في مرحلة مختلفة، وحتى الاستعانة بهم راح تكون بطريقة مختلفة. كيف ما أدري، يعني إحنا بنشوف يعني في تداخل للاعبين القدام في الأندية الكبيرة، لكنه ما هو بالطريقة اللي إحنا متعودين عليها. كابتن مازن، أنا وصلت لنهاية الحلقة اليوم، وزي ما قلت لك الحديث لا يمل، وكان الحين تشوف كان ترى ممكن نفتح موضوع ونكمل ونأخذ وقت أكثر، لكن الوقت انتهى. دائما سعيد بتواجدك معي في البرنامج، وشاكر لك تواجدك معنا اليوم. أعطيك العافية، أنا اللي سعيد بتواجدي معكم، وإن شاء الله أن نكون أضفنا للأخوة المستمعين وما نكون شطحنا شوية في الكل بيشطح ينجح علينا. استمعين الأعزاء، كنت معكم محمد العمري، أنتظر الأسبوع القادم على حرمنا الجمر يوم الأحد والاثنين لألتقيكم مرة أخرى في برنامج المنصة. تحياتي.